خلي بالك، لو جه على الخليه دي، لو جه على الخليه دي ضله يعني مفيش شمس، الخليه دي بتبقى بيسموها هوت سبوت، زي النقطه. انت دلوقتي موصل مثلا لابتوب من عندك، انا فاتح الموبايل اهو، دخلت على السيتنج تمام، رحت داخل مكتوب مثلا عندي بيرسونال هوت سبوت، انا بفعل الواي فاي عشان اشغل مثلا اللابتوب عندي من الواي فاي بتاع الموبايل، دي بيسموها هوت سبوت. بالعربي كده في الالواح في حاجه بيسموها الهوت سبوت افكت، تاثير الظلال على الالواح. دي بقى بيعملوا لها ايه؟ عشان يحمي اللوح، لو انت بصيت هنا، عشان يحمي هذا اللوح من تاثير الهوت سبوت، بيجي كده في اللوح اللي هو الجانكشن بوكس اللي ورا ده، الجانكشن بوكس ده جواه دايود، الجانكشن بوكس اللي ورا ده جواه دايود. الدايود ده فايدته ايه؟ الدايود ده فايدته يحميني في حاله حدوث ظلال. كل ما الدايود ده يكون الديزاين بتاعه مظبوط بيقدر يقلل لي تاثير الهوت سبوت. كان في شكل لوح كده احنا جايبينه دلوقتي، مش عارف السلايد ولا فين، اللي هو الظهريه بتاعت اللوح دي كان فيها الجانكشن بوكس، كلنا عارفينها اهي، زي دي جانكشن بوكس اهو. الحته اللي ورا دي جانكشن بوكس دي فيها نوع من انواع الدايودز، الدايودز دي بتستخدم في حمايه، في حمايه الالواح في حاله حدوث، في حاله حدوث ايه؟ في حاله حدوث ظلال. يبقى انا دلوقتي اهو اللي هي الصوره دي انا عايز دي، ادي الجانكشن بوكس اهي، وكان هنا الراجل بيشرح اهو، بيسموها الباي باس دايود. يبقى خلي بالك لو حد سالك العلبه دي بتاعت الجانكشن بوكس طالع منها كابلين، واحد موجب واحد سالب، وجواها في ايه؟ في دايود، الدايود ده بيسموه ايه؟ باي باس دايود. الدايود اللي هو توصيل امام وعكس اللي احنا شرحناها، اللي هي اساس تصنيع مين؟ اساس تصنيع اللوح نفسه. ليه حاطين دايود عادي من الدايودز دي؟ تمام؟ عشان لو حصل بيسموها ايه؟ ظلال، يبدا التيار بدل ما يدخل يحرق اللوح يمر خلال مين؟ خلال الباي باس دايود ده. الباي باس دايود ده مهم جدا، وهتلاقي هنا اهو، تلاقي هنا شرح لحاجه بنسميها ايه؟ الباي باس دايود. تمام؟ دايودات المسار الجانبي تسمح للتيار بالمرور في حاله وجود ظلال. الكلام اللي مكتوب في الداتا شيت كله بيبقى واضح من خلال السلايدات اللي بديها لك ومن خلال الكتاب ده. يبقى لو حاله حدوث ظلال، الباي باس دايود ده بيعمل عمليه مرور للتيار داخل الباي باس دايود، ويحمي اللوح من انه يتحرق. يبقى زي ما قلت، العدو اللدود لمهندسين الطاقه الشمسيه هو وجود ظلال على اللوح. طيب عشان نقلل، هو طبعا برضه هياثر على اللوح ويخليه يسخن، تمام؟ بس عشان كل شركه بقى تقلل من تاثير هذه الظلال لو حصلت، بتحمي اللوح بانها تعمل الجانكشن بوكس اللي ورا ده، وبتحط فيه دايودات بيسموها دايودات المسار العكسي، تمام، او الباي باس دايود، عشان لو حصل تيار زياده يبدا يمر في الدايود وما يحرقش اللوح. طيب في دايودات تانية بيحطوها على التوازي بيسموها بلوكينج دايود، ده دايود خارجي بتحط كل مجموعه الواح، يعني مش في الجانكشن بوكس، تمام، ده مش في الجانكشن بوكس. بعض الاوقات بنيجي نعمل دايره نحط فيها مجموعه دايودات، بنخلي الدايود توازي مع اللوح، بحيث والله لو دخلت كهرباء او هتطلع كهرباء من اللوح زياده وحسينا ان في مشكله، يروح الكهرباء دي تمر في مين؟ في الدايود ده، بيسموها دايودات المسار الجانبي، تمام، دايودات المسار الجانبي. خلاص، يبقى انت في حته اهي دايودات المسار الجانبي ودايودات البلوكينج اللي هي بيسموها دايودات المنع، دي دايودات المنع اللي بتمنع ان التيار يمر بقيمه كبيره داخل الالواح بتاعتي، بتوصل على التوازي مع اللوح. اما اللي بيبقى موجود داخل الجانكشن بوكس ده بيسموه الباي باس دايود، يستخدم في حمايه الالواح من تاثير التيار الكبير اللي بيحصل اثناء وجود ظلال نتيجه تكون من الهوت سبوت بتاعتي.